بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أهلا وسهلا بكم إخوان الطلاب في اللقاء التاسع من لقاءات برنامج مساري للتعريف بالكليات الذي نستضيف من خلاله كلية التربية باسم عمادة السنة الأولى المشتركة. نرحب بسعادة الدكتور عبد الله بن عمر العبد الكريم وهو وكيل كلية التربية للشؤون الأكاديمية، فأهلا وسهلا بك سعادة الدكتور. الآن نبقى مع عرض المرئي ومن ثم من كان لديه استفسار أو سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نبيل إمام الدولة إبراهيم عبد العزيز وأبنائه حتى هذا اليوم، الحمد لله التعليم عندنا تطور كامل، وهناك الآن يكرون في الماضي أو في جماعة خطأ يمر المطوع أو أمامة هي أخطأ. الآن الحمد لله ما عندنا واحد أو واحدة إلا تقرأ وتكتب وتتعلم. الجامعات كما تشوفون عندنا في كل مكان، في كل منطقة جامعة جامعتين أو ثلاثة، المدارس في كل مكان، الأبناء بلدنا الحمد لله وأنتم مثال لهم من كل منطقة ومن كل جهة من جهات المملكة. هذا الحمد لله يديرون تعليم بلدكم الحمد لله. ونشكر إخواننا العرب أو المسلمين اللي درسوا قبل الماضي، لكن الحمد لله هي كانت اللجنة الأولى قبل 50 عام عندما وقعت وزارة المعارف آنذاك اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو لإنشاء صفح تربوي مهم تجلت ملامحه في كلية التربية التي فتحت أبوابها عام 1386 للهجرة، ثم انضمت بمرسوم ملكي إلى جامعة الملك سعود في العام الذي تلا لتكون كلية رائدة في مجاميعها ومؤهلة لإعداد جيل من المربين يتميزون بكفاءة عالية تربوية وتعليمية. الحقيقة شيء جميل أن نتحدث عن كلية التربية. كلية التربية عاصمها لفترة طويلة جدا. كنت طالب فيها، ثم رئيس، ثم مبتعد، ثم أستاذ مساعد، ثم مشارك، الحمد لله الآن أستاذ في هذه الكلية. كلية التربية أول ما نشأت كان في تنسيق بين وزارة المعارف وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وشكلوا هذه الكلية بالاتفاق بين الطرفين. في صيف 1367 هجري صدر مرسوم ملكي بضم كلية التربية إلى جامعة الملك سعود. شهدت الكلية افتتاح أقسام أكاديمية متنوعة ومراحل تطويرية، حيث افتتح قسمي التربية وعلم النفس عام 1392 للهجرة، ثم قسمي الثقافة الإسلامية والمناهج وطرق التدريس في العام الذي تلا. ونشأت أقسام التربية الفنية والتربية المدنية وعلوم الحركة وقسم وسائل وتكنولوجيا التعليم في العام 1397 للهجرة، ثم عام 1404 للهجرة أنشئ قسم التربية الخاصة، وعام 1418 للهجرة أنشئ قسم الإدارة التربوية، كما تم دمج كلية المعلمين بكلية التربية في عام 1433 من الهجرة، تزامن معه ضم قسم الدراسات القرآنية إلى أقسام الكلية، لتقدم الكلية حالياً عبر أقسامها الأكاديمية أكثر من 50 برنامجاً أكاديمياً متنوعة، وتمنح درجات الدكتوراه في تخصصات متميزة على المستويين المحلي والإقليمي، كما بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس نحو 800 عضو غالبيتهم تخرجوا في جامعات عالمية، وتناوب على عمادتها نخبة من الشخصيات الوطنية الذين قادوا مسيرتها إلى آفاق رفيعة. إن كلية التربية تواكب نمو البيئات المجتمعية، ومن هنا وضعت الكلية بصمتها الإيجابية في نماء المجتمع وخدمته من خلال إنشاء المراكز والجمعيات المتخصصة، ومنها مركز القيادات التربوية
الذي يقوم بدعم جهود وتطوير وصناعة القيادات البشرية الناجحة في المجال التعليمي التربوي. كما يصدر عن الكلية مجلة العلوم التربوية ومجلة الدراسات الإسلامية بشكل دوري، وتضم بين صفحاتها موضوعات ذات قيمة ومكانة علمية رصينة. وقدمت الكلية من خلال أعضاء هيئة التدريس الأبحاث والدراسات والخدمات الاستشارية للعديد من المنظمات في الداخل والخارج. تطور ذات المعلم مرة بمراحل لعل من آخرها افتتاح كلية سرب الجامعة في سورة الأثوشة في عام 1987 وضم الدفعات الأولى مجموعة من دولة مملكة البحرين ودولة قطر بالإضافة إلى السعودية. وبعد عودة أعضاء التدريس السعوديين إلى البحرين سعت الكلية لتحقيق الأدوار المنوطة لها في مجال تقدم افتتاح الأقسام وتعددها وإعداد الجيل للمعلم وكذلك البحث العلمي وخدمة المجتمع. إن تحقيق التميز والريادة التربوية التي تسهم في بناء مجتمع المعرفة هو المنطلق لكلية التربية في سبيل أن تصبح بيت الخبرة الأول على المستوى الوطني والإقليمي. وفي سعيها نحو ذلك حصلت الكلية على الاعتراف الدولي وفقا لمعايير المجلس الوطني الأمريكي لاعتماد كليات المعلمين منذ العام 1433 للهجرة. كلية التربية بجامعة الملك سعود تسعى إلى أن تحقق التميز والريادة التربوية التي تجعلها بيت الخبرة الأول على المستوى الوطني والإقليمي، ولتصل إلى مستوى يضاهي كليات التربية ذات المكانة العالمية. ولذلك تعمل الكلية بمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والفنيين على الالتقاء ببرامجها، ومنها برامج إعداد المعلمين والقيادات التربوية. وكذلك تعمل الكلية على تطوير وحداتها المختلفة لإيجاد بيئة تعلم على مستوى عال من الفاعلية للاستجابة لحاجات الفرد والمجتمع ولاستيعاب مشكلات الميدان التربوي. هي مسيرة حافلة أبطالها من شتى المجالات ومهندس نجاحاتها من مختلف الأقسام. فبعد أن كان الخريجون في أول دفعة لا يتجاوزون 20 طالبا، ها هي أعدادهم اليوم تتجاوز أكثر من 52,000 طالب. كلية التربية حيث يعقد المجتمع آمالا ويسجل التاريخ احتفاءه بالحاضر كان افتخاره بالماضي. كلية التربية مسيرة غنية بالمنجزات من أجل تعليم المستقبل، من أجل معلم المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم إخواني الأفاضل في هذا اللقاء الودي الذي نحاول أن نجيب على أهم الأسئلة التي ترغبون بالإجابة عنها حول كلية التربية. سوف أبدأ بأقل من 5 دقائق بإعادة سريعة جدا لما تم ذكره قبل قليل في العرض المرئي، وأضيف له بعض الأشياء المهمة التي ينبغي أن تنتبهون لها، وأتوقع أن يكون فيها أسئلة كثيرة حتى لا تكون، ويكون الأسئلة في مجالات أخرى. القضية الأولى وهي ما هي كلية التربية فيما يتعلق بالطالب المتخرج من التحضيري. كلية التربية الأصل أنها تخرج معلم في المراحل التعليمية المختلفة وخاصة المرحلة الثانوي ومرحلة المتوسط. البرامج الموجودة يمكن تقسيمها على 3 أنحاء أو 3 برامج. القسم الأول هو المسار الإنساني، وهذا يشمل قسم علم النفس، وفيه برنامجين: برنامج التدريس بحيث يتخرج الطالب معلما لمقرر علم النفس،
والبرنامج الثاني هو الأخصائي النفسي الذي يمكن أن يتخرج منه الطالب إما مشرفاً أخصائياً نفسياً في مدرسة من المدارس، أو أن يكون كذلك في أي مستشفى أو جهة تحتاج أخصائيين نفسيين. فهذا القسم الأول وهو يقبل الإنساني. القسم الثاني وهو التربية الخاصة، وفيه عدد كبير من المسارات المختلفة، وهي تخرج في الغالب طلاب معلمين لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. القسم الثالث في المسار الإنساني هو مسار التربية الفنية، وهو يخرج معلم تربية فنية في الغالب. ولدينا كذلك قسم اللغة الإنجليزية للتعليم، وهو في قسم المناهج مسار تابع لمسار المناهج وطرق التدريس، وهو يخرج المعلم في المدارس بشكل خاص. وننتبه في هذا الجانب في قضية اللغة الإنجليزية، عندنا في الجامعة ثلاث محاور للغة الإنجليزية. عندنا كلية الآداب عندها قسم اللغة الإنجليزية، وعندنا كلية اللغات والترجمة تخرج في الغالب متخصصين في اللغات والترجمة أكثر من أن يكونوا في آداب اللغة الإنجليزية. ومن ضمن اللغات والترجمة اللغة الإنجليزية. وكذلك كلية التربية لديها مسار اللغة الإنجليزية، وهو يعنى بطرق تعليم اللغة الإنجليزية، وفي الخارج الطلاب الذين يدخلون يتخرجون معلمين في المدارس. بعد ذلك لدينا كذلك في المسار الإنساني الدراسات الإسلامية والدراسات القرآنية. هذا ما يتعلق بالمجالات الإنسانية. أما المسارات العلمية ففيه الحاسب والرياضيات والفيزياء. ينبغي أن أؤكد على قضية الحاسب. في كلية الحاسب هذه تخرج متخصص في الحاسب. في كلية التربية يتخرج الطالب معلماً لمقرر الحاسب في المدارس، وبناء عليه الذي يرغب أن يكون معلم يتجه لهذا القسم فهو أفضل له، والذي يرغب أن يكون في شركات أو غير ذلك من المجالات التي تعنى بالحاسب فالأفضل أن يذهب إلى كلية الحاسب. الرياضيات والعلوم نفس القضية، لدينا كلية العلوم لديها أقسام الرياضيات والعلوم. فيما يتعلق بالرياضيات والعلوم في كلية التربية يقصد بها بشكل خاص هو تخريج معلم للرياضيات والفيزياء. هذا ما يتعلق بالبرامج الموجودة في كلية التربية. الجانب الثاني وهو مهم جدا وقد يكون أكثركم حضر الأسبوع الماضي، هو أنه لا بد من اجتياز اختبار التحريري والمقابلة لأي طالب يرغب أن يدخل كلية التربية. وهذا الاختبار لا يعني بأي حال من الأحوال أنك إذا أجريته لا بد تدخل كلية التربية، لا، هو فقط يفتح لك المجال لما تأتي الاختيارات أنك تستطيع أن تختار من بينها كلية التربية. إذا لم تجتاز هذا الاختبار معنى ذلك عمادة القبول والتسجيل، عندما تفتح لك الخيارات سوف تكون كلية التربية محجوبة عنك في كل تخصصاتها. ولذلك لا بد من اجتياز هذا الاختبار وكذلك المقابلة الشخصية. في العادة نحن نضع في آخر الفصل الدراسي بعد هذا اللقاء. للأسف السنة هذه لسبب أو لآخر عمادة السنة التحضيرية طلبت منا أن نقدم، فقدم الاختبار في 6/6. الذي لم يجري الاختبار أو لم يعرف عنه يستطيع أن يذهب إلى عميد السنة التحضيرية أو وكيل السنة التحضيرية ويحاول أن يطلب اختباراً بديلاً للاختبار الذي لم يقدمه. إذا لم تكن قدمت هذا الاختبار واجتزته فأنت لا تستطيع أن تدخل كلية التربية بأي حال من الأحوال. كما قلت لا يعني أبداً اجتياز هذا الاختبار أنك لابد أن تدخل كلية التربية، إنما هو يتيح لك فرصة أن تأخذ من الخيارات التي تأخذها في التحديدات كلية التربية من ضمن الكليات التي تختارها. الجانب الأخير الذي أريد أن أشير إليه قبل أن أستمع إلى أسئلتكم ومداخلاتكم، أن القبول عادة لا يكون للتحضيرية من قبل الكليات المعنية. في كلية التربية ليست هي التي تقبل الطالب أو ترفضه. إذا كان اجتاز الاختبار التحريري والمقابلة، بعد ذلك توجيهه لأي كلية في الجامعة يتم من خلال عمادة القبول والتسجيل. وهذا التوجيه مبني على أمرين أساسيات يجب أن تنتبهوا لها. الأمر الأول هو المعدل التراكمي،
فكل كلية وكل قسم في الكليات عادة يقبل لمعدل معين، وأنتم تستطيعون أن تطلعون على هذا بالرجوع إلى عمادة القبول والتسجيل، آخر قبول العام عادة يكون موجود في بوابة العمادة. فهذا هو الأساس. الجانب الثاني غير المعدل التراكمي الذي للطالب هو قضية الاختيارات التي تكتبها عندما تختار الكليات، ولذلك يجب أن تركز في اختياراتك على الأشياء التي ترغبها بشكل كامل والتي تكون متاحة لك. بعض الطلاب يكتب كلية من الكليات أو قسم من الأقسام مع أنه يعرف أن العام الماضي مثلاً القبول فيه توقف على 5.5 وهو معدل 3، فمعنى ذلك لن يقبل في هذا التخصص في الغالب، فيضيع عليه فرصة المنافسة على أقسام هي أنسب له. كثير من الطلاب مثلاً يقدمون على كليات التربية قسم اللغة الإنجليزية، قسم اللغة الإنجليزية في الغالب الطلب عليه كبير جداً، مسار اللغة الإنجليزية الطلب عليه كثير جداً، فيتوقف في الغالب عند 4 أو أعلى. يأتي طلاب معدلاتهم التراكمية أقل من هذا فينافسون عليه، فتضيع عليهم فرصة أن يقدمون على أقسام أخرى، لأن العمادة لها نظام معين أنها ترسلك لأول طلب وبعد ذلك تنقلك إلى الآخر، غيرك أخذ الطلب الذي أنت لم تصل إليه حتى الآن. فانتبهوا لهذه القضية، هي من أهم القضايا التي تواجه طلاب التحضيرية أثناء التخرج، وهذه الأصل أن يعطيكم فيها عميد أو وكيل عمادة القبول التسجيل تفصيلاً أكبر بكثير من هذا الكلام الذي قلته. أنا فقط لأن عدد من الطلاب يأتون ويقولون نحن لم نقبل في كلية التربية في التخصص فلاني مع أن معدلنا جيد، الإشكالية في التنافسية الموجودة ما أتاحت لك أن تدخل في هذا القسم، وفي الغالب هذه من قبل عمادة القبول والتسجيل في توزيعهم، وهو توزيع أكتروني، هم ليسوا لا يتحكمون، هم يدخلون جميع المعدلات للطلاب وبعد ذلك توزع تلقائيا بناء على الرغبات التي اختارها الطالب. هذا الذي أردت أن أقدمه لكم، إذا لديكم أي شيء تفضلوا الله يبارك فيكم. شكرا لك على هذا العرض الجميل الموجز. فيما يتعلق بعمادة القبول والتسجيل، نحن لدينا لقاء بمشيئة الله، لو تلاحظون في الجدول الخارجي سوف تجدون هناك لقاء عمادة القبول والتسجيل. الأمر الآخر بخصوص الاختبار ومفاتر الاختبار في كلية التربية يتجه إلى وحدة النشاط الطلابي، سواء في العلمي دور الثاني أو الإنساني الدور الأول، ينزلون هناك ويسجلون اسمه وبعدها عاد سوف يكون هناك تواصل مع الأخوة في كلية التربية، وإن تيسر الأمر سوف يختبرونه. لدي بعض الأسئلة ومن ثم سوف أتيح المجال لكم تسألون مباشرة. يقول سعادة الدكتور، هل يتم توظيف نسبة كبيرة من الطلاب بعد التخرج من تخصص علم النفس؟ تخصص علم النفس كما أشرت في مسارين، المسار التدريس في الغالب هذا التخصص ليس فيه توظيف في الوقت الراهن، وزارة التعليم أرسلت من 3 أو 4 سنوات أن هذا المسار تم الاكتفاء فأوقف. العام الماضي بدأوا يوظفون فيه فسوف يعاد من قبل القسم، ولذلك كان القسم حاجب هذا المسار لا يدرس فيه أحد، بخلاف الطالبات، الطالبات عندهم توظيف على هذا فهو مستمر المسار التدريس. مسار الأخصائي النفسي فتح قريبا وفي مجالات كثيرة جدا، ومن المجالات كذلك أنه يتعين معلم في المدارس، لأن الطالب يأخذ تدريب ميداني، يأخذ كثير من المقررات التربوية، ولذلك وزارة الخدمة المدنية توظف الخريجين في حالة الاحتياج على التدريس كذلك. فالأخصائي النفسي في مجالات كثيرة ما زالت، لكن التدريس قد يكون الأمر صعب فيه في التعيين. نعم دكتور، هو سؤال نفس السائل، يقول وما هي الوظائف في تخصص علم النفس؟ علم النفس إذا كان مسار التدريس كما أشرت هو تدريس في المدارس المتوسط والثانوي فقط، أما ما يتعلق بالأخصائي النفسي فهو قد يعين مشرف تربوي في المدارس، وقد يعين أخصائي نفسي في جميع القطاعات الصحية توظف على هذه الوظيفة، وكذلك في كثير من القطاعات التي تحتاج إلى مشرفين نفسيين في
مجالات التعليمية عندهم مثل وزارة الدفاع، الحرس الوطني، وزارة الداخلية في بعض المجالات التعليمية التي لديهم عادة توظف في مثل هذا، والقسم توجه إلى هذا التخصص لأن فيه طلب كبير من قبل قطاعات الوظيفية، ولذلك فتح هذا التخصص وبدأ بالتخريج على أساسه. نعم. يقول كم عدد المقاعد في الكلية؟ المقاعد بشكل عام للطلاب 500 مقعد مقسمة على جميع المسارات التي ذكرتها قبل قليل، في الغالب كل مسار يأخذ 50 إلى 70 طالب بالكثير، كل مسار من المسارات، في بعض المسارات يعني مثلا علم النفس يأخذ 100 طالب، 50 في التدريس و50 في الأخصائي النفسي، في كثير من الأحيان إذا جاءهم الأخصائي يدخلونها في العدد الخاص بالطلاب ولذلك يقبلون أكثر من 50. والبناء على إيش؟ أقرأ السؤال نصا، يقول بناء على إيش تحط الطلاب في التخصص؟ ونفس السؤال يقول هل يوجد سنة قبل الأقسام؟ لا، السنة هي السنة التحضيرية أو ما يسمى الآن بالسنة الأولى المشتركة هي التي تأتي للطلاب قبل، أول ما يدخل الطالب مباشرة يدخل على تخصصه الدقيق فيبدأ يسجل المقررات، في الغالب أول فصل دراسي يكون عنده نصف المقررات في التخصص ونصف الآخر في متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية. الذي يدخل للمسار الدقيق كما أشرت قبل قليل معدله التراكمي وعمادة القبول والتسجيل هي التي تقوم بهذا الدور في توزيع الطلاب، ولذلك كلما أحسن الطلاب اختيار أو الطالب اختيار المجالات التي يريدها وتناسبها مع معدل التراكمي في الغالب حقق له الطلب. الذي يرفع السقف أكبر من اللازم في الغالب تذهب عليه كثير من الفرص لذلك الأمر. نعم. يقول ما هي مواد تخصص الرياضيات في 3 سنوات؟ أكثر المقررات التي يأخذها الطالب في الرياضيات تؤخذ من كلية العلوم في تخصص الرياضيات، لكنها ليست مثل الطالب الذي يدرس في كلية العلوم رياضيات، هي تقريبا لا تتجاوز 64 أو 65 ساعة تدريسية، بينما طالب كلية العلوم يأخذ قرابة 100 ساعة تدريسية في التخصص، فالطالب الذي سوف يتخرج معلم يأخذ مقررات أقل، يأخذ الباقي في متطلبات الكلية، الكلية تتجاوز تقريبا 35 ساعة كذلك يأخذها الطالب بالإضافة إلى المقررات الإجبارية، كلها بشكل عام تصبح 138 ساعة. طالب كلية التربية لابد أن يدرس 138 ساعة في تخصص الرياضيات، قرابة 65 ساعة تخصص رياضيات يدرس في كلية العلوم، مقررات منتقاه من التخصص يحتاجها الطالب عندما يكون معلم، والباقي يأخذه في الكلية متطلبات كلية. نعم. دعني أسأل سؤالا، لأنك ذكرت عدد الساعات، لو بشكل إجمالي سعد الدكتور الأقسام البقية كم تقريبا عدد الساعات فيها مثلا الدراسات الإسلامية؟ أغلب الأقسام في الوقت الراهن الآن للطلاب المتخرجين هذه السنة كلهم في الغالب يأخذون 138 ساعة في جميع الأقسام في كلية التربية. الطلاب الذين سوف يتخرجون من التحضيرية في السنوات القادمة سوف يتغير الوضع بالنسبة لهم ولذلك لا يحتاج أن ندخل فيه. الذي يتخرج هذه السنة لأن السنة التحضيرية تحولت إلى السنة المشتركة فتغيرت البرامج وبناء على ذلك غيرت جميع برامج الجامعة المتعلقة بالأقسام العلمية وتغيرت بناء عليها عدد الساعات، لكن الآن الطلاب الذين سوف يتخرجون بإذن الله نهاية هذا العام كل التخصصات الموجودة في كلية التربية 138 ساعة، أي تخصص أخذه الطالب يأخذ جزء منه في التخصص وفي الغالب يزيد عن 75% أو قريب من 75% والباقي يأخذه في متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية، بالإضافة إلى أن جميع طلاب كلية التربية لابد يأخذون في الفصل الأخير التدريب الميداني فيذهب إلى المجال الذي سوف يكون فيه ويدرب فصل دراسي كامل 12 ساعة يكون في ذلك المجال قبل أن يعطى الشهادة والوثيقة. نعم. هل الدراسة باللغة العربية؟ في جميع التخصصات باللغة العربية إلا اللغة الإنجليزية، طبعا لازم باللغة الإنجليزية، وبعض الأقسام العلمية لديهم مقررات باللغة الإنجليزية على حسب الكلية التي يدرس فيها، لكن
بشكل عام في كلية التربية الدراسة باللغة العربية؟ نعم، يقول السؤال كيفية القبول في الدراسات العليا، وهل سهل الإنسان يصبح معيدا في مثلا لذلك قسم الرياضيات؟ يعتمد طبعا على المعدل وعلى وجود وظائف. الوظائف في بعض الأحيان تفتح بشكل جيد وبعض الأحيان تغلق بشكل جيد. نحن في هذه الأزمنة مغلقة بشكل جيد، فنتمنى أن عندما تتخرجون بعد 3 سنوات من الجامعة أن تكون الأمور تيسرت وفتحت فيكون في مجال. من أهم الأشياء أن يكون المعدل مرتفعا، كلما كان معدلك مرتفع كلما كان في إمكانية أن تقبل بعد ذلك في الدراسات العليا أو في الإعادة. بعد جيد جدا في الغالب تستطيع أن تقدم، لكن ليس كل من أخذ جيد جدا استطاع أن يدرس دراسات عليا أو أن يكون معيد، لأن تجمع جميع الأوراق فيأخذون الأفضل، وفي الغالب ما يأخذون إلا عدد قليل. في البكالوريوس عادة القبول 50 و100 طالب، في الدراسات العليا في الغالب ما بين 5 طلاب إلى 10 طلاب، يعني 5 طلاب هو الأصل، يزيدون إلى 10 طلاب في بعض المسارات، فالعدد قليل جدا فهم يأخذون الأفضل، ولذلك يتقدم الناس ما يأخذون عادة إلا فوق 4.5 وأكثر المتنافسين في ذلك، بل بعض الأحيان قد يتقدم لنا 4.5 ولا يقبل لوجود من هم أفضل فيه. فالقصد أن الذي يريد مثل هذا يحرص من أول بداية مشواره أن يكون بالفعل جاد بشكل كبير جدا في جانب الدراسة، وأن يخطط تخطيط جيد لدراسته حتى يستطيع أن ينال ما يريد، وقد يستطيع أن ينال أفضل حتى من قضية الإعادة والدراسات العليا. نعم، يقول هل من يدرس علم النفس ممكن أن يكون طبيب نفسي في المستشفى؟ لا، تخصص الطب النفسي هذا مسار من المسارات في كلية الطب، يختلف تماما عن الأخصائي النفسي. الأخصائي النفسي يكون مساعد ومعاون للطبيب النفسي. عندما تذهب لزيارة مثلا العيادات النفسية سوف تجد طبيب نفسي وأخصائي نفسي. في الغالب الطبيب النفسي هو الذي يصف علاج معين للمريض، يعطي المريض علاجا معين لمعالجة بعض الأمراض النفسية. الأخصائي النفسي هو الذي يبقى مع المريض بشكل كبير جدا ويعطيه بعض التمرينات التي تسهل عملية زوال المرض النفسي عن هذا الشخص المريض. فالأخصائي النفسي عمله ميداني في الغالب، والطبيب النفسي عمله طبي علاجي أكثر من أي شيء آخر. نعم، يقول في حال عدم القدرة على الدخول لتخصص ما، هل يمكن التحويل بعد التخصص؟ نعم، التحويل متاح في الجامعة كلها، ليست في كلية التربية فقط، وهو نظام موجود، لكن يشترط له أشياء معينة قد تكون أصعب بكثير من التحضيرية. يعني أنت الآن عندما تريد أن تدخل كلية التربية في قسم معين، ولنقم لأن تكرر كثير علم النفس، في الغالب يطلب منك معدل معين وأن تجتاز المقابلة والاختبار. المقابلة والاختبار هذه عادة عامة لجميع طلاب التحضيرية، يعني الأسبوع الماضي جانا أكثر من 1500 طالب الذين دخلوا في الاختبار، في الغالب أكثر هؤلاء الطلاب يجتازون الاختبار. لكن في التحويل لا، الأمر أصعب، لأنك تحال إلى القسم المعني الذي تريد أن تقدم عليه، وهو الذي يجري لك المقابلة ويرى مناسبتك لدخول القسم من عدمها. ولذلك أنا أتمنى أن لا تضيعون أوقاتكم في قضية أنا سوف أدخل وأحول، لا، حاول أن تحدد الهدف مباشرة من الآن. الآن أيسر بكثير، لكن إذا لم تستطع في إمكانية التحويل موجودة. طبعا كلية التربية حتى يحول لها الطالب من قسم إلى قسم أو من كلية الكلية لابد أن يكون معدلك 3 وفوق، أقل من 3 لا ينظرون للأوراق. فإذا كان فوق 3 يحال إلى القسم، وبعد ذلك القسم يجري له مقابلة إذا قبله ذا. وكما قلت لكم المقابلات تعتمد كذلك على عدد المتقدمين للتحويل لهذا القسم. اللغة الإنجليزية الفصل الماضي أتاهم طلاب 4.5 ما قبلوهم، لأن الذين أتاهم أكثر من 60 طالب للتحويل كلهم معدلاتهم 5 وشوي، فالذي أتى 4.5 ما استطاع أن ينافس، وهم كانوا لابد يقبلون من 10 إلى 20 طالب بالكثير، ف
فما استطاعوا أن يقبلون أعداد كبيرة. ولذلك يعني أؤكد على أهمية أن الطالب من الآن يركز، لكن التحويل متاح، لكن قد يكون فيه صعوبات أكبر من الدخول مباشرة للقسم الذي ترغب فيه الآن. نعم. يقول أن بالنسبة لتخصص اللغة الإنجليزية، الوظائف المتوفرة فقط محصورة على التدريس؟ خريج كلية التربية فقط للتدريس، خريج كلية الآداب لوظائف أخرى، خريج كلية اللغات لوظائف أخرى، فكل كلية لها مخرجاتها. تسألون عن الكلية عندما يأتيكم المتحدث باسمها، لكن كلية التربية الأصل فيها أن كل متخرج يتخرج ليكون معلم إذا بتوظف على بناء على شهادته، فهي تؤهله ليكون معلم، ولذلك تشترط فيه في الفصل الأخير أن يأخذ تدريب ميداني كامل في هذا المجال حتى بالفعل يستطيع أن يتأقلم ويعرف الظروف، لكن بعد ذلك توظيف وغيره ماذا؟ طبعا يرفعون ايديهم. اعطيك المايك، اعطيك المايك، خلينا هذا السؤال يؤتي بدون مناح للاخوه المكفوفين. وبالنسبه لسوق العمل، التربيه الخاصه من كليه التربيه، اي يبدون يقول ايهما افضل؟ اما اللغه العربيه من كليه الاداب، ما هو الافضل للمكفوفين وللعاديين؟ وهل يوجد تخصص لغه عربيه في كليه التربيه؟ لا، في كلية التربية ليس فيه إلى الآن مسار لغة عربية، لم يفتح حتى الآن. أنا لا أدري عن خريج كلية الآداب لغة عربية، هل في مجالات توظيف جيدة أم لا؟ ما عندي خبر، تستطيعون أن تسألون كلية مسؤول كلية الآداب. لكن التربية الخاصة كان سابقا التوظيف فيها سهل جدا، في الفترات الأخيرة أكثر الجامعات فتحت برامج تربية خاصة، ف قل إمكانية التوظيف، فوضعها كوضع الأقسام الأخرى. الطالب أو المتخرج يحتاج فترة معينة حتى يتوظف، يختلف من مسار إلى مسار. نعم، في بعض الأحيان قد يكون إذا كان الطالب كفيف قد يكون للكفيف ميزة أكثر من غيره، لأن في معاهد النور تقبل بهم أكثر من أن تقبل بغيرهم، خاصة أنه إذا كان معه شهادة في برايل فيكون مؤهل أكثر من غيره، فقد يكون حظه أفضل في التربية الخاصة إذا كان مكفوف. لكن مع ذلك الوظائف في الوقت الراهن يعني شحيحة إلى درجة معينة. بعد 4-3 سنوات أنا لا أدري ماذا سوف يكون الوضع، هل يتحسن أو لا. بعض الأحيان قد تتجه الوزارة للتوسع في البرامج، وبعض الأحيان قد تتجه لإغلاقها بشكل كامل. بخصوص كلية التربية عفوا الآداب لقائنا بمشيئة الله، كلية الآداب يوم الأربعاء القادم بمشيئة الله، هل لطلاب الصيف في مقاعد خاصة؟ نقصد المتعثرين في السنة الأولى المشتركة؟ لا أعرف حقيقة، عمادة القبول والتسجيل هي اللي تحدد الموضوع. في قضية توجيه طلاب التحضيرية المعني مباشرة بها الدكتور أسامة الغامدي وكيل عمادة القبول والتسجيل في العمادة، وهو مسؤول عن التحضيرية، فلا أعرف حقيقة هل لهم شيء أو لا، يمكن يسأل عنها عمادة القبول والتسجيل. نعم. يقول هل أنا طالب في المسار العلمي، هل يمكنني التخصص في مناهج طرق تدريس اللغة الإنجليزية مباشرة؟ الأصل نعم، لكن الإشكال أن في التحضيرية طالب الإنساني يختلف عن طالب العلمي في بعض المقررات، واللغة الإنجليزية موضوعة على أنها إنساني، ولذلك كان علمي يشترط عليه دراسة بعض المقررات في التحضيرية التي لم يدرسها سابقا. في مقررين أعتقد أو مقرر لا بد أن الطالب يدرسها، وأعتقد الآن عمادة القبول والتسجيل اتجهت إلى أنها تسمح للطالب بدراستها مع التخصص الذي توجه إليه. جميل. وهل القسم الإنجليزية في كلية التربية يقبل الطلاب المكفوفين؟ لا يقبل. اللغة الإنجليزية والأقسام العلمية في كلية التربية ترفض توظيف المكفوفين بناء على أنه لا يستطيع أن يجتاز المقررات المطلوبة منه لوجود أشياء عملية تحتاج إلى شخص مبصر يستطيع أن يعمل، ولذلك وجه من قبل عمادة القبول التسجيل السنة الماضية بعض الطلاب المكفوفين وتم إحالتهم إلى أقسام أخرى نظراً لرفض القسم لهم. يقول هل قسم ما هي التخصصات بشكل عام المتاحة للطلاب المكفوفين؟
جميع المسارات التي ذكرتها في أول حديثي إلا الأقسام العلمية واللغة الإنجليزية. نعم، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أود أن أسأل عن تخصص علم النفس وبالتحديد عن المسار الذي يؤهلني لمسار استشاري نفسي وكيفية الوصول لهذا التخصص. هو الأخصائي النفسي الذي تكلمنا عنه قبل قليل كثيرا، وهو متاح مثل غيره من الأقسام الموجودة، بل بالعكس القسم حريص جدا على هذا المسار لوجود توظيف خارجي بعد ذلك، لأنهم حريصين الطالب إذا دخل يجد وظائف، لكنه يشترط منافسة كبيرة جدا لأن عدد كبير من الطلاب يتجهون إلى هذا القسم، فلا بد أن تنتبه لقضية المعدل وأن تكون اجتزت الاختبار والمقابلة التي تشترطها الكلية. نعم، هذه أريد نصيحة سعد دكتور، يقول أنا أريد أن أتخصص في الرياضيات، وهل تنصحني أن أتخصص ابتداء في كلية التربية ومن ثم أطلب تحويل بين الأقسام؟ هل يتاح لي هذا؟ هو يريد أن يتخصص في الرياضيات في كلية التربية، يقول هل تنصحني أن يدخل تخصص بما أني لا أستطيع ابتداء ما عندي المسار الإنساني لا يقبل في الفيزياء والرياضيات والحاسب، هذه مسارات علمية لا يمكن إلا إذا كان هو أصلا برنامج علمي، يعني خريج ثانوي علمي، إذا كان هو خريج ثانوي علمي وأدخل في المسار الإنساني لعدم وجود مقاعد شاغرة في العلمي، يمكن أن يدرس المقررين التي لا بد أن يدرسها للعلمي وبعد ذلك يحول لهذا القسم، لكن إذا كان أصلاً إنساني قسم الحاسب أو مسار الحاسب، مسار الرياضيات، مسار الفيزياء لا تقبل الإنسان، التي تقبل جميع المسارات الأخرى. نعم، وهل هناك فرصة أخرى للذين فاتهم المقابلة الشخصية والاختبار؟ هذه تحدده السنة التحضيرية، هم المسؤولين عن الموضوع عندهم، فرجعوا لهم. يقول الاختبار الأسبوع الماضي هو تابع لكلية التربية؟ نعم. طيب، الأسئلة متكررة، أنا سوف الآن أتيح للأسئلة المباشرة، المايك بيجيكم بمشيئة الله، أتمنى تقلبون يا أخوان، أتمنى تقلبون اللي في الخلف حتى تسمحوا لنا بتنقل المايك كما كان لديه سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، هلا والله. للتحضيرية لا أعرف حقيقة، من التحضيرية للكلية لا أعرف، تدخل على البوابة عمادة القبول والتسجيل وتشوف بعد ذلك نتائج التخصيص للعام الماضي يعطونك إياها، الفصل الماضي موجودة والذي قبله، فهذه موجودة في عمادة القبول والتسجيل التخصيص، لو ذهبت إليها بتجد المعدلات، لكن بالنسبة للتحويل عادة عالي جدا 4.5 ما قبلوا. الله يعافيك. السلام عليكم. عليكم السلام. هل صحيح يوجد عجز في تخصص الرياضيات؟ في عجز، لكن الإشكال في عجز في مسارات كثيرة في التعليم، لكن هل معنى ذلك أن في التوظيف؟ ما أقدر أجيبك، لأن التوظيف شيء والعجز الموجود شيء آخر. التربية الفنية يعني إذا التربية الفنية فيها عجز في المدارس ومع ذلك ما فيها توظيف، فهذه عند الخدمة المدنية وليست عند الكلية أو إذا هي إشكالية بين الوزارة وبين الخدمة المدنية، هل تحل ما تحل، لكن في احتياج في التعليم، في احتياج في كثير من المسارات سواء كان في الفيزياء، في الرياضيات، في اللغة الإنجليزية، في أقسام أخرى كذلك فيها عجز وفيها احتياج، وبعض الأحيان قد يتوقف العجز فترة معينة لكنه يرجع من جديد بسبب وجود التقاعد والتوسع في فتح المدارس، لكن الإشكال أنه استحداث وظائف هذه إشكالية كبيرة جدا هي التي لا توجد مجال، لكن التخصصات موجود لها احتياج. السلام عليكم. عليكم السلام. التحويل يأخذ المعدل التراكمي أو المعدل؟ معدل التراكمي دائما، كل شيء ينظر فيه المعدل التراكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ترى رافع رافع يده من زمان شكلكم. الله يحييك. هلا والله. سم
نتائج القبول منتهية الآن، يعني تصحيح الاختبار انتهينا منه، احنا ما أرسلنا للطلاب، ننتظر نخشى أن يأتينا طلاب ما اختبروا، فنبغى ننهيها مع بعض، لأن السنة التحضيرية السنة هذه بكرت شوي وراجعنا عدد كبير من الطلاب يقولون ما اختبرنا، فحنا أرجعناهم للسنة التحضيرية لتنظر في موضوعهم، ولذلك أخرناه أسبوعين، قد يكون بداية المقابلات بعد الإجازة مباشرة، إجازة وصدا سوف يرسل لجميع الطلاب رسائل على أن تكون في الأسبوع الذي بعد الإجازة بإذن الله. الله يعافيك. عليكم السلام. تعيين لا أدري عند وزارة الخدمة، لكن الخريجين عندنا في التربية الفنية تقريبا قرابة 25 طالب تربية الفنية، قليلين مو كثيرين، بينما التربية البدنية خرجوا حول 200 طالب، مع أن كلا القسمين الوظائف بالنسبة لهم متماثلة. 50 طالب يفتح 50 طالب نعم للقبول، معذرة 50 طالب العام الماضي والسنة الماضية، أنا لا أدري حقيقة السنة هذه هل بيستمر نفس الشيء ولا لا، لأن الإشكال جاي الآن كلام أنه قد يقلص الأعداد، لكن 50 طالب الذي ماشيين عليه في كل مسار من مسارات الكلية، في التربية الفنية 50 طالب، علم النفس 50 طالب على كل مسار فهم 100 طالب، التربية الخاصة عندنا 4 مسارات فهم تقريبا 200 طالب، على حسب كل مسار فيه عدد معين، بعض الأحيان عمادة القبول والتسجيل تزيد على في مسار معين لوجود عدد كبير من الطلاب متماثلين وكلهم يبغون هذا المسار، فالعام الماضي مثلا دراسات الإسلامية جانا 70 طالب، مع أن أصلا اللي رفع من الكلية 50، وبررت عمادة القبول والتسجيل أن كل الطلاب معدلاتهم متماثلة وكلهم يبغون هذا التخصص فقبلوا عدد أكبر شوي، معذرة. أكيد. الإشكال الآن أن عمادة القبول والتسجيل في الغالب لا توجه العلمي إلى الإنساني ولا توجه الإنساني لغير الإنساني، لأنها تقول هذولا لهم مجال ونفتح للطلاب اللي في هذا التخصص هذا المجال، وكذلك فإذا أتوا العلمي كلهم راحوا إنساني معنى ذلك راحت على طلاب الإنساني ما يستطيعون يجدون مقاعد، فأنا أتمنى أنكم تسألون هذا السؤال عمادة القبول والتسجيل خاصة الدكتور أسامة عن هالمواضيع في قضية التخصيص الإنساني والعلمي والصحي، لكنك علمي في تخرج من الثانوي والآن علمي كذلك في ذا، طبعا أنا أعرف أن كان التحضيرية وأسف أني أتكلم باسمهم عندهم قضية تحويل من مسار إلى مسار، من مسار الإنساني إلى المسار العلمي أو العكس في بعد الفصل الأول وانتهى الآن، فأنت الآن خلاص علمي انتهيت، بعد ما تتخرج هل تستطيع أن تتحول إنساني؟ ليتكم تسألون السنة التحضيرية لأنهم هم أعرف بوضعها، جانا طلاب ولا استطعنا وتأخروا. الآن مفتوح التحويل بين المسارات، بإمكانك أن تدخل على البوابة الإلكترونية وتطلب تحويل المسار من مسار علمي إلى مسار مسار، طبعا تكمل هذا الفصل ومن ثم في نهاية الفصل إذا جاءك تحويل خاص يحولونك خطة السنة القادمة تدرس على أنك مسار إنساني. لا لكن هو خلص هو لا يكون الفصل الأول له هذا الفصل الأول لك؟ معذرة. على العموم هذا انتظر من سؤالك هذا مشيت العمالة القوة والتسجيل احنا بنجيها يوم الخميس القادم بيجون هنا العمالة نفسها وبيسأل سؤالك بالتفصيل. لا أنا فرقت لكم بين الطبيب النفسي وبين الأخصائي النفسي، الطبيب النفسي هو الطبيب الذي يتخرج من كلية الطب وبعد ذلك يدخل كأخصائي نفسي يأخذ هذا التخصص بدل ما يروح جراح قلب أو جراح ذا يأخذ طب نفسي ويدرس في ذلك ويصبح أخصائي وبعد ذلك استشاري فيكون طبيب، وهو المعني دائما بتشخيص الحالة وصرف العلاج الدواء.
الأخصائي النفسي في الغالب هو الذي يشرف على المريض في عيادة مستمرة، فيحاول أن يستخدم أشياء عملية، كيف يستطيع أن يقلل مثلا إذا كان عنده قلق، كيف يستطيع أن أو اكتئاب، كيف يستطيع أن يعطيه تمارين معينة لتخفيف هذا الأمر، وهذا المجال التي عادة يركز عليه الأخصائي النفسي. تفتح عيادة ما فيش كلام، ماني بقول ما تفتح عيادة، لكنك ما زلت أخصائي نفسي، لست طبيبا نفسيا. لا يفتح عيادة، أنا ما أدري عن النظام السعودي، لكنه عالميا موجود الأخصائي النفسي لحق أن يفتح عيادة ويمارس، ما عنده إشكالية، لكن في السعودية ما أدري حقيقة. نعم، بس معلش خليني أختم وخذ راحتك مع الدكتور، أنا مضطر إني أختم انتهى الوقت. سعادة الدكتور عبد الله عبد العمر عبد الكريم، وأنتم وكيل كلية التربية الشؤون الأكاديمية، شكرا لكم على حضوركم، وشكرا لكم أخوان الطلاب على حضوركم وتفاعلكم. في نهاية اللقاء لا نستطيع أن نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.